السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد. جيتكم فيديو جديد عن بلاك كلوفر. فيديو اليوم راح نحاول نسحب ونفرجيكم حسابنا في بلاك كلوفر، ونسحب على هاي البانر سيزن لانه بعد 6 ايام راح تخلص، واخيرا سوينا حساب وخلاص ان شاء الله راح نضل عليه لحتى تنزل الجلوبال اللي هو الحساب هذا. خلينا نشوف الشخصيات اللي عندنا حاليا. عندنا يامي الاحمر، جاك زائد هاد. هذا حاليا الشخصيات اللي عنا. طبعا ليش هاد؟ لانه عليه هاي. بنفس الوقت لو تجوا للكروت عنا كروت كتيرة، شايفين عنا كارد فانجنس، عنا كارد ريل، وهدول الكروت اللي عنا. مشان هيك بقى خليتني على هذا الحساب. بقى ان شاء الله يطلع لنا هلا شيء حلو ونكمل في الحساب تبعنا. طبعا انا هلا ما اخترت او اخترت استا، بس ممكن نغير لانه فيك تعمل ريسيت. لهلا ما خلص شيء من المهمات مشان ما ينحسب لي شيء. بقى خلينا نبلش. بسم الله. اول مالتي يا رب يا رب يا رب يا رب. ماموسا ايما كوكو ده كينكاي او كويرو يامي كمان هاي كوزو يا رب الله. اقول ماموسا طلعتي ماموسا سسار تحالي الاثنين مع بعض. هلا صار عندي ياميين، صار عندي ياميين، يامي هاد ويامي الجديد. نسحب على ماموسا ولا ما في داعي؟ بس مش عارفين نحط ياميين مع بعض صح بالتيم؟ وداك اوريدي بلش طوره يعني صار لي بالخمسين عندي. يا عفو والله صراحة ما اعرف اذا اكمل ولا لا. هلا راح ناخذ استا من شو اسمه الشوب. ما بعرف كمل ولا حاجه، ونخلي الباقيين لليختو لانه ليختو المفروض جاي بعد 7 ايام 8 ايام ممكن صح. خلينا نشوف الانونسمنت. وحاطين شي هون. مايلين شي؟ لا. سكجول. لا مايلين شي. بتذكر قالوا انه لخت جاي. صراحة ما بعرف اذا اكمل ولا لا. عشان اكون معكم صريح، يلا نكمل. سبعمية. هاي صار معنا ملتي. بسم الله. ما فتحينه. بس في شانس بسيطة. الشانس راحت. يطلع لي نسخ من هذا اللي عم نستخدمه. 1200 حلو، يعني راح نعمل كثير ان شاء الله. هي كانه رينبو، هيفتح عينه؟ لا ما فتح عينه، بس كانه فيها شيء ما بعرف ليش. لا. يا رب يا رب يا رب. طلع لنا ماموسا او كارت يامي وبنوقف. ما بعرف في فيها شيء ولا لا. ليبي اي وحده ليبي فيهم. قالتني ما طمعت، شكلتني طمعت. ما يطلع لي شيء هلا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. لا
ما فيها شيء. ألف ومية بدنا 35، أعتقد فينا نجيبهم. ما أعرف إذا فينا نجيبهم من هون ولا لا. لسه. طيب أكيد في مكان راح نجيبهم منه. ما بدنا جير. أيوة 300 صار معنا حاملتي. والله ما بعرف، كان المفروض ما اسحب أكثر من هيك، خلي الباقي للي اخده. يا رب يا رب نهاية ختامها مسك. لا شوف الجارانتيد على 200، كثير الجارانتيد على 200 اعتقد. شو صار؟ جارانتيد على الكم؟ خلينا نقرا على الجارانتيد على الكم؟ على 200 معقول؟ If there is bonus gauge remaining at the end of the period, one bonus gauge will be exchanged for one bonus coin. 14/6. انا صدق ما بعرف قد ايش شو الريت تبع البانر. بس بدنا اياكي. طيب خلص للاسف ما يا انا اقمعت وخلص خلص راح ضل هون اخذ استا معناها. شكلي انا اقمعت، شكلي انا اطمعت. فبس هون بكون صارت اليوم. قولوا لنا بالكومنتات شو رايكم بالحساب. الحساب اعتقد جدا قوي، صار عندنا كثير شخصيات. خلينا نشوف هون شو فينا نحط. نحط هاد ولا هاد؟ شو كم مرة عندنا منه الكارت. بابس هون بكون سامع تمام. تكونوا استمتعتوا فيه، استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك الفيديو، تشوفوا على مقاطع جديدة، تشوفوا على خير فيديوهات تانية. مع السلامة.